لو انتوا في مطروح وعايزين تاكلوا أكلة سمك معتبرة، يبقى لازم تطلعوا على أشهر مطعم سمك في مطروح، وهو مطعم مجدي. هو عبارة عن مبنيين كده قدام بعض، المبنى ده هو المطعم والجزء ده بقى للتكاوي. وعايزة أقول لكم إن عندهم حلقة سمك كبيرة قوي، بتختاروا السمك بتاعكم بنفسكم، وشكل السمك أصلا فريش وكل الأنواع اللي ممكن تتخيلوها. وخلونا بقى نطلع المطعم ونبدأ بأحلى تجربة سمك هتجربوها في حياتكم. ابتدينا بقى بشوربة السيفود بالكريمة وكانت خطيرة، ودي بقى صينية مكرونة بالجمبري غرقانة في الكريمة جبن رهيبة. وده بقى يا جماعة انا كنت فاكراه سلمون في الاول، بس هم قالوا لي ان ده سمك اسمه دراك، بس طلع طري قوي وبيدوب اول ما تاكلوه. وفي مجدي بقى يا جماعة السمك بيحشوه سمك، يعني مثلا ده صبيت محشي رز وجمبري. وبمناسبة بقى الجمبري، فانتوا لازم تجربوا الجمبري المقلي ولا الجمبري في صوص البتر فلاي الغرقان في الزبدة في سفور كده، يقول للدايت البقاء لله على طول. وطبعا كلنا عارفين الباسكت الترند ده اللي بيبقى غرقان سي فود، لازم تجربوه من عندهم. وفي النهاية بقى لو سالتوني الاكل ده ناقص ايه، هقول لكم الاكل ده ناقص شوية رز، بس عند دي الرز مختلف شويه. الرز هناك بيتعمل بالجمبري والسيفود وواخد وش جبن من فوق. انا متاكده لو رحتوا هتعيشوا في تجربه سيفود ما جربتوهاش قبل كده.